السلام عليكم واسعد الله ايامكم كل خير. اول شيء احب اشكر ال 150 متابع في الصفحه على دعمكم الدائم. اليوم يا جماعه راح نتكلم عن طريقه شراء سياره في تركيا سواء للراك او للاجانب. ايش الاوراق اللازمه وفين يتم نقل ملكيه السياره في تركيا؟ خليكم معانا وشوفوا السياره اللي راح نشتريها اليوم. وصلنا الآن إلى مقر كاتب العدل اللي هو النوتر. طبعا هذا النوتر يا جماعة تسوي فيه مبيعات إعارات، هنا كتابة الوكالات، بعض الأمور الرسمية موجودة في النوتر اللي هو كاتب العدل. طبعا يوم السبت إجازة في تركيا، لكن توجد نوتر أو كاتب العدل مناوب موجود يوم السبت والأحد. هذا النظام جديد طبقوه في تركيا في نوتر مناوب. هذا النوتر طبعا احنا الآن في مكتب كاتب العدل النوتر. الآن جاء الدور لنا، هذا الوسيط، هذا البائع، احنا في كاتب العدل جهز اوراقنا، فيعطونا الرخصة هنا مباشرة. طبعا يا جماعة بعد ما خرجنا من النوتر ما خلونا نصور كثير، اعطيكم طريقة اللي هو نقل ملكية السيارة. يحضر البائع والمشتري بالوصول الهويات اذا كانوا اتراك، اذا ما كانوا اتراك المشتري الاجنبي او البائع الاجنبي لازم يجيب معاه واحد اللي هو الرقم الضريبي، ترجمة الجواز والرقم الضريبي، ويكون عندنا اللي هو المترجم المحلي. رسوم نقل ملكية السيارة 230 ليرة تركية تقريبا، شيء بسيط جدا. هذه تقريبا اجراءات اللازم. اللي يسأل يا جماعة كيف أوصل للنوتر، النوتر موجود في كل أحياء تركيا، يعني الحي اللي أنت موجود فيه لازم يكون فيه نوتر. وطبعا كيف راح نجيب المترجم المحلف؟ لو تروح للنوتر نفسه، النوتر نفسه يكون عنده مترجمين محلفين يتعاملون معه، هم اللي راح يستدعوا لك المترجم، أو أنت عن طريق أحد المعارف ممكن تجيب المترجم. وهذا مفتاح السيارة واستلمناه. طبعا يا جماعه ابشركم، بعد ما خلصنا عمليه البيعه شايفين السياره هذه اشتريتها من صاحبنا، هذا صاحب السياره. هاي اللوسن ديالم يلوس. اي والله شوف السياره حبيبي. طبعا يا جماعه انا مجهز مفاجاه، السياره اللي اشتريتها مجهز مفاجاه لابني جهاد، شوفوا معايا كيف راح يكون ردة فعله. هذا الشيخ عمر مور فاكت يا بيس وبريزمزور، هذا جهاد، ننزل نوريهم المفاجاه الموجوده. أخذ الفيديو يلا تخير كوريا اللي قلنا ما ودك. طبعا كلمهم بلغتنا البخارية. أمور يلا كي قنتي قولين دا أرخينا والبهم جهاد فريسا منو ما أمور قال أغب متركان موتال موتال سيارين انا غا مكان تخسم اوش دروازانا اوش تشكن اوش دروازان تشك انا كان جهاد امور هيبو واسين واسين